نروح بقى مع حضراتكم على جريدة أو مقر جريدة الشروق مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية الموجودة في كافة الصحف والمواقع المصرية والإقليمية وكمان العالمية. يا صباح الفل عليك يا روزان، أخبارك إيه؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. هنبدأ بأول خبر معانا من جريدة الشروق اليوم، ختام دور المجموعات ليورو 2020، قمة بين فرنسا والبرتغال في المجموعة السادسة، وإسبانيا تبحث عن الفوز الأول. تختتم اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بأربع مباريات قوية ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المنتخب السلوفاكي لحساب المجموعة الخامسة، وفي نفس التوقيت تلتقي بولندا مع السويد. وفي أهم مباريات اليوم، يستقبل استاد بوشكش أرينا مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية. من موقع اليوم السابع، 13 انتصارا في 13 جولة، إيطاليا وبلجيكا في مرحلة توهج أوروبيا بالعلامة الكاملة. توهج منتخبا إيطاليا وبلجيكا أوروبيا بتحقيق العلامة الكاملة خلال منافستهم سواء في تصفيات يورو 2020 أو خلال المباريات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، وفاز منتخب إيطاليا ب 13 مباراة خلال 13 جولة خاضها سواء في تصفيات يورو 2020 أو في البطولة نفسها، وفي نفس الحال بالنسبة لمنتخب البلجيكي العملاق. من الإمارات اليوم، منظمة الصحة تبدي قلقها بسبب تخفيف القيود في كأس أوروبا. أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة طبعا بجائحة فيروس كورونا في مباريات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في الدولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاع في عدد من الإصابات. وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي في بيان وصل لوكالة فرانس أن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان، هذا غير زيادة بعض الملاعب في أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات. أخيرا من بوابة أخبار اليوم، نجم الأرجنتين البرازيل الأقرب للقب كوبا أمريكا. أعرب الدولي الأرجنتيني دي ماريا عن سعادته بفوز منتخب التانجو على باراغواي في الجولة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا المقامة في البرازيل. وقال دي ماريا في تصريحات تلفزيونية أن اللقاء ضد خصم مثل باراغواي يكون صعب دائما لأنه منافس قوي، لذلك كنا نسعى لتحقيق الفوز وعلينا التركيز والاستعداد بقوة أكثر للمباريات القادمة. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق، بشكركم جدا وعودة ليكم مرة تانية للاستوديو. احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، شكرا جزيلا ليكي. وعلى فكرة من ضمن الأخبار المهمة اللي كلمت عنها روزان، فاكرة ان في لقاء النهاردة بالمناسبة هيكون الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة، ده هيكون ماتش تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمة، لقاء مبكر أو يعني ده لقاء قمة مبكر أو نهائي مبكر. فرنسا قوية جدا والبرتغال هيبقى ماتش تقطيع، بس أنا أعتقد فوز فرنسا. هو غالبا ده اللي هيحصل، بس في كل الأحوال ينصح بمشاهدة هذه المباراة، هتبقى مباراة قوية جدا.